السلام عليكم أعزائي الصغار. تعرفوا بأن احنا في أنا أستاذة ديال التعليم الابتدائي المشاري مريكا القسم السادس، وتتعرفوا في إطار هذه الحملة ديال الدعم التربوي لديكم اليوم ارتئينا باش نلقيو لكم الدرس في التناسبية، هو الدرس رقم 4 من حيث التناسبية، والعنوان ديال الدرس ديالنا هو النسبة المئوية. إذا الدرس ديال النسبة المئوية عندنا فيه ثلاثة ديال الأهداف. الهدف الأول هو التعرف على معنى النسبة المئوية. الهدف الثاني هو إجراء حسابات على النسبة المئوية، والهدف الثالث هو حل وضعية مشكلة باستعمال النسبة المئوية. إذا سننطلق إلى العامل الأول اللي هو التعرف على النسبة المئوية من خلال وضعية الانطلاق. وضعية الانتقاد تقول عدد تلاميذ قسمك هو 33 تلميذ، وكانت نسبة نجاح خلال الدورة الأولى هي 80%. إذا السؤال المطروح والمطلوب منك هو ما هو عدد التلاميذ الحاصلين على معدل في قسمك هذا؟ للإجابة عن هذا السؤال سنقوم بوضع جدول. إذا الجدول يقول عندنا عاملين في الجدول، الخانة الأولى عدد التلاميذ في القسم والحاصلون على المعدل. النسبة المئوية حولنا إلى أرقام، إذا كل 100 تلميذ الحاصلون على المعدل هو 80 تلميذ. إذا المشكل اللي عندنا احنا هو التلميذ قسمك في 35 تلميذ كمجموع، إذا الحاصلون هو 80% من هذا. إذا المطلوب منك هو عدد التلاميذ هذا. سنقوم بالعملية التالية. إذا السهم يوضح ماذا؟ يوضح بأن 35 دائما مضروبة في 80، والعامل الثالث هو المقسوم. إذا سنقوم بعملية ثلاثية. ماذا تقوم عملية ثلاثية؟ إذا 35 مضروبة في 80 ومقسوم على 100، إذا عدد التلاميذ هو 28 تلميذ الحاصلين على المعدل خلال الدورة الأولى. إذا الجواب هو عدد التلاميذ الحاصلين على المعدل هو 28 تلميذ. إذا الآن سننطلق إلى الوضعية الثانية. إذا الوضعية الثانية تقول في أحد الأقسام يبلغ عدد تلاميذ 40 تلميذا، وفي هذا الصباح بسبب تغير أحوال الجو أصيب 8 أطفال بنزلة برد. إذا ما هو المطلوب في هذه الوضعية؟ في هذه الوضعية لم نطرح النسبة المئوية، بل مطالب بأن تحسب النسبة المئوية التي يمثل الأطفال المصابين. ثم السؤال الثاني، احسب النسبة المئوية التي يمثل الأطفال غير المصابين. سنقوم بإجابة عن السؤال الأول بطرح الجدول. إذا عدد التلاميذ هو 40 تلميذا، وعدد المصابين هو 8 أطفال. إذا النسبة المئوية، إذا كان لدينا 100 تلميذ، كم هو العدد، ما هي النسبة المئوية في هذا العدد؟ إذا نقوم بإجراء التالي كالجدول الأول. إذا 100 مضروبة في 8 مقسومة على العامل 4، نقوم بالثلاثية. إذا 8 مضروبة في 100 مقسومة على 40 هو 20%. إذا عدد المصابين، إذا عدد التلاميذ المصابين هو 20%. إذا سنقوم بإجابة عن السؤال الثاني. إذا عدد التلاميذ غير المصابين نقوم بنسبة 100% ناقص 20% لم تساوي 80%. إذا حل وضعية مشكلة، لدينا هنا حل وضعية مشكلة. يزن طفل وزن طفل عادي 40 كيلوغرام، وتقدر كتلة الماء في جسمه 80%. إذا السؤال مطروح، إذا أحسب كتلة الماء في جسم الطفل. إذا نقوم هنا بعملية بتحويل النسبة المئوية، لأن لا نشتغل بالنسبة المئوية كهذا العدد. إذا النسبة المئوية تعني 80 على 100، أي تساوي 0.80. إذا هنا لدينا هنا من الاختيار، إما كنا كنقوم بعملية الحل المسألة كجدول بالثلاثية ضرب العدد وقسمة، أو نقوم بهذا العدد. إذا 40 مضروبة في صفر بضربه في 0.80 تساوي 32 كيلوغرام.
إذن كتلة الماء في جسم الطفل هي 32 كيلوغرام. شكرا على حسن انتباهكم.